بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أهلا بكم مع برنامج دقائق مع لغتنا الجميلة. موضوعنا البلاغة العربية، الحلقة الأولى، عبارة عن مقدمة عن البلاغة العربية. ما موضوع البلاغة العربية، أو ماذا يعرف علماء العربية البلاغة العربية؟ يقول علماء العربية أن البلاغة هي عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ولكن هذا التعريف يعتوره شيء من الصعوبة، فيمكننا أن نقول أن البلاغة العربية هي الكلام الجميل في الوقت المناسب. فمتى اخترنا الكلام الجميل واخترنا الوقت المناسب، فهذه هي البلاغة العربية. اشترط علماء العربية لفصاحة الكلام شروطا، منها حسن اختيار اللفظة، ثانيا أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي والمعنوي، ثالثا أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات. ومعنى حسن اختيار اللفظة، فمثلا السحابة الممطرة لها ألفاظ، منها البعاق، وهي كلمة ثقيلة على الأذن، بينما هناك كلمتان جميلتان هما الديمة والمزنة، وهذا من حسن اختيار اللفظة. ثانيا تنافر الكلمات، عاب العلماء على الشاعر قوله وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. اقترب القاف مع الراء مع الباء، والقبر مع قرب، يعطي ثقلا على الأذن. كذلك أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي والمعنوي، فمثلا لا نستطيع أن نفهم الذي يقول ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، هذا كلام غير مفهوم، بينما لو ساق الكلام وفق نظام اللغة وقال ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا لاستقام المعنى واستقام الكلام. كذلك عندنا في أساليب العربية يقسم العلماء الأسلوب إلى أربعة أقسام: الأسلوب الأدبي، والأسلوب العلمي، والأسلوب العلمي المتأدب، والأسلوب الخطابي. كذلك هناك من خصائص الأسلوب ثلاثة: الصحة والجمال والقوة. ومعنى القوة أن يكون التركيب والكلام موافقاً لنظام اللغة، ومعنى الصحة أن يكون موافقاً لقواعد النحو وقواعد الصرف، ومعنى الجمال أن يكون الكلام به عبارات وأساليب جمالية. أعتقد أننا بذلك نستطيع أن نصل إلى أسلوب جميل باستخدامنا هذه الوسائل المتعددة. أكتفي بذلك القدر، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.